ازيك يا استاذ علاء؟ ازيك يا مصطفى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله على كل حال. فضحتنا في اللايف. ادي ال 5000 جنيه لعلاء، ادي ال 5000 جنيه لعلاء. انت كان ليك عندي حاجه يا عم الحاج. يا استاذ علاء، يا استاذ علاء، اهو عنده مكان الشبكه النهارده. تاني ما انا رديت يا ابو علي. في ايه يا عم ابو علي؟ هي قصه يا ابو علي. رديت ابو علي، ابو علي رديت. هنسمع عليها حمام ونختم النهارده. احنا داخلين في 100 دقيقه، ما بتحصلش في التاريخ. بس انتوا ناس محترمين، ما سايبنيش يعني، انتوا بتشجعوني يعني. احنا معانا 5000 وشويه على اللايف، يعني ده رقم قياسي كبير جدا يعني. اديله ال 5000 جنيه وللمعلم ارنب 5000 جنيه ام ار. ماشي يا عم، عشان انا بطبع فلوس في تحت السرير. اديله هو 5000 جنيه والمعلم ارنب 5000 جنيه. مش كفايه فضحنا على حمام؟ عاجبك الفضايح اللي انا فيها على اللايف دي؟ ايوه، مش الناس كانوا حاضرين الرهان وقاعدين معانا؟ لا اله الا الله. ولا ايه يا عمي رهان ايه؟ هو انا رهنتك؟ ايوه رهنتني، قلت لك لا لا يتعادل وتراهن على 5000 جنيه، راهنتك قلت لك الونش هروح المنتخب، النهارده كل المواقع كاتبه الونش هنضم للمنتخب. يا عم الحاج انا رهنتك؟ ايوه قلت لي الناس حاضره. ايه؟ الغريبة الغريبة ان كل الناس بيقول لي ده حصل ودي على ال 5000 جنيه. ايوه انت عليك ال 5000 جنيه فعلا، الناس معاها حق. لا حول ولا قوة يا عم. هي الرهان ده اتاوة يعني؟ من غير ما اوافق اتراهن؟ لا انت وافقت، انت وافقت، انت وافقت. لا انت وافقت، لا ما ينفعش ترجع تاني يوم وتقول لا وما حصلش وبتاع. لا انت وافقت. الاستاذ ايمن بيقول لك اولا الرهان حرام. وحد قال له اعتقبل على عيالك 5000 جنيه حرام؟ من عبد الناصر اللي دار حلال. اعتقبل على عيالك 5000 جنيه حرام؟ هات انت بس ال 5000 جنيه وانا اعملهم على عيلتي كلها. ايه رايك؟ ولو اديت عيل في عيالي كل واحد 500 جنيه اقول لك الله ايه الجمال، ايه الحرام الحلو ده؟ يا جماعه ده والله والله العظيم 5000 جنيه من عبد الناصر اللي دار حلال. يا والله العظيم يا جماعة مش معقول، أقسم بالله العلي العظيم ما معقول. لو معانا يا أستاذ عبد الناصر وشايفيننا وإحنا بنتراهن، الأستاذ هتنكر ولا إيه؟ الأستاذ نور بيقول لك شكلك ما دفعتك الفلوس عند أرنب وأرنب هياخد نصهم. لا 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 يا جماعة، أرنب ياخد نصهم إيه؟ تعالى بيقعد اليوم كله يشرب شاي وسكالانس. على فكره بقى خلي بالك، احنا يعني انا والاستاذ سامح فرج كسبانين رهان برضو من استاذ محمود النجار صاحب الزميل، وهرب برضو زيك كده. انا يا عم انا ما اترهنتش اصلا عشان اهرب. انت ما اترهنتش اصلا؟ طب المهم احنا هنقبل 5000 جنيه الحرام، هما فين طيب؟ اي حلال اي حرام، مش حاجه تاخد. طالع يا جماعه احنا قابلين ال 5000 جنيه، حد يبعت حرام حرام اي حاجه. تليهم حق عمال الزمالك على كده يهتفوا المرتضى عشان 500 جنيه. مفيش اي حلال ولا حرام. ايه ده؟ دي ناشفه خالص كده. ماشي يا عم، فضحتنا الله يخرب بيتك. انا من بقى لكل الجماهير الاهلاويه طبعا، الناس اللي تشجع النادي الاهلي بنبارك لهم على المباراه العظيمه اللي عملوها النهارده. وانا والله كان نفسي يقلبوا صن داونز في جنوب افريقيا بصراحه، كنت والله اتمنى فوز الاهلي، لاني موسيماني ده مدرب صن داونز يعني جاله سنه غرور جامده جدا، وكان بيتكلم على الانديه المصريه كده في صحافه جنوب افريقيا انه عادي وفي المتناول، ويعني كان واخد الموضوع باستهانه شويه. لكن نفسي يتغلب عشان لما يجي يقابل اي فريق مصري تاني يعني يكون عنده احترام زياده شويه للفرق المصريه. ده لو قعد، ده قعدوه، ده بقاله زمان قوي، ده بقاله زمان قاعد معاهم، ده قعدوه. ده على طول يقولوا هيمشي وما بيمشيش، بيفضل قاعد. بقاله في 6 سنين ولا 7 سنين قاعد معاهم. طيب يا عم الله يبارك فيك، الاهلاويه بيقولوا لك شكرا يا استاذ علاء. الله يخليك. طبعا ديربي النصف النهائي مصري مغربي. طبعا. الزمالك والرجاء والاهلي والوداد. تمام. الزمالك طبعا هيلعب في 1 او 2 مايو المقبل،
في المغرب مباراه الذهاب، والعوده يوم 8 او 9 في القاهره من نفس الشهر برضو في مايو ان شاء الله. وطبعا النهائي هيبقى يوم 29 مايو، بس لسه ما تحددش الملعب اللي هتلعب عليه المباراه النهائيه. تمام. عندنا الزمالك وصل بالسلامه النهارده من تونس، ودخل الحجر الصحي في مطار القاهره طبعا التعليمات الجديده بعد فيروس كورونا. وطبعا الفرقه بكره راحه مش هتتدرب، قلنا الكلام ده امبارح. وكارتلون هنا المغربي اشرف بن شنقي باشرف بن شرقي على انضمام يا دير ام اشرف بن شرقي. المغربي كارتلون هنا اشرف بن شرقي على انضمامه المنتخب المغربي، ايه رايك الجديده دي؟ جامده صح؟ اه بكره بكره هتحطها لي في سندوتش. ماشي ماشي. واشرف بن شرقي انتقد الاستاذ عبد الناصر زيدان، بيقول لك مش فرحان لي انا رحت المنتخب. انا كرهت اشرف بن شرقي بصراحه يعني. لا ده حبيبي الزملكاويه دلوقتي. يقول لك كارديرون هنا اشرف، ما انت لسه قايلها امبارح لا اله الا الله. هو راجل الله يلعن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا لا لا. طب انا اعمل له ايه ده يا جماعة؟ اعمل له ايه ده؟ خلاص. عندنا الزمالك اشاد بالجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الترجي. اه. رئيس النادي علق عليه، زمان مستر كارترون علق عليه، وقال ان هو كان حكم جيد جدا وادار المباراة بكفاءة. وكارترون قال الحقيقه ان هو الراجل كان عادل داخل الملعب، وده اللي كان بيتمناه واللي اتمناه حصل. كمان رئيس الزمالك قال ان مصطفى غربال كان حكم ممتاز جدا، واتمنى ان حكام افريقيا كلهم يكونوا بالمستوى ده. تمام. الزمالك علق على مواجهته للرجاء بنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. رئيس الزمالك قال ان هو سعيد بمواجهه الرجاء، ما كانش عايز يقابل مازيمبي. واتهم رئيس مازيمبي، قال لك ان هو حواليه شبهات ورشاوي، يا لهوي حاجات كتيره جدا في الكونغو مش كويسه، سوء معامله. لكن المغاربه اشقاء، ودايما دول شمال افريقيا بتكرم المنافسين وبتكرم الضيوف. يعني هيعمل له طلب احاطه في الكونغو ولا هيعمل له ايه؟ هو مال اللي جابوه؟ هو فضحه، قال لك حواليه شبهات ورشاوي وكده، وبيعمل حاجات مش كويسه في. طب عرف منين انه بيعمل حاجات مش كويسه في الكونغو؟ ما الراجل راح الكونغو قبل كده كذا مره، مش الفرقه راحت كذا مره قبل كده الكونغو، والراجل عمل معاه النهارده بين الشوطين. آه. ما دخلوش الرجاء غرفه خلق الملابس يا راجل، والعوض بالقفل، وقال لك مش هتدخل. والراجل قعد كمل المحاضره بين الشوطين في الملعب، والجماهير عماله تصفر وبتاع. لا صعبين جدا، صعبين جدا جدا يعني. صعبين جدا جدا. المهم هو طبعا سعيد جدا بمواجهة فضحت امي بال 5000 جنيه وباشرف بن شرقي. الله يخرب بيتك روح يا اخي. بيقول لك واحد بيقول لك على امام ده ذكي جدا، عايز ال 5000 وعامل حمله عليهم، كان عارف ان بكره الحد اليوم الرابع بتاع القبض عليا. لا 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 حيقولي اقسم بالله ده دماغه سم. لا ده بص انا ما جاتش في دماغي خالص انت بتحب تصيح بكره، لا برافو عليك. والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم الناس دي ما بترحم، منك لله. اهو انا ادفع ال 5000 جنيه عشان اتمنع من الفضيحه وعلى قلبي زي العسل، كفايه اللي انا فيه دلوقتي. على الهوا اتدفوا على الهوا، نقعد كده وتعدوا قدام الناس. ايوه انت فاكر ايه وانا عدى لك؟ والله العظيم ما هيعتقني، اقسم بالله ما هيعتقني. ماشي يا عم. لأدهم ومروان وأنا موافق. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا أستاذ عبد الناصر. فرئيس الزمالك سعيد جدا بمواجهة الرجاء، كمان كارترون برضو قال إن هو كان عايز يقابل أي فريق، بس طبعًا الأجواء في المغرب من حيث المناخ والملاعب وكده أفضل من الكونغو. وطبعًا قال دلوقتي إن هو هيركز في مباراة الدوري، عنده مباراة مهمة أمام الاتحاد يوم الخميس، هيبدأ الاستعداد ليها يوم الاثنين اللي هو يعني غدا.
بس. وقال لك طبعا هو منح اللعيبه راحه وهيبدا الاستعداد يوم الاثنين وهيتكلم معاهم ان هم يغلقوا الملف الافريقي ويفرجوا ويفكروا في مباريات الدوري. عندنا الكابتن احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب السابق ونادي الزمالك اشاد جدا جدا بابو جبل، وقال ان محمد ابو جبل بيمر بمرحله ندوب فني كبير جدا ومقدم مستوى فني كبير جدا مع الزمالك، وقال ده كله يرجع لعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى. هو شايف ان عمرو عبد السلام بيقوم بدور كبير جدا جدا، وطبعا دوره واضح جدا في تألق ابو جبل. ابص على جزمتك، اوعى تقول احمد سليمان هنا اشرف بن شرقي بالانضمام للمنتخب. لا 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 هو كتله بس. ولا هاني العتال كتب على صفحته. لا لسه، بس ممكن يكتب. اول ما بن شرقي يركب الطياره يروح كاتبها على طول. مع السلامه يا بن شرقي، بنهنيك على انضمامك للمنتخب. بقول لك ايه، والله هنعمل هاشتاج جماهير الزمالك تهني بن شرقي. عشان يجيلي شلل. لا لا من الشرط. عندنا طبعا الاتحاد الافريقي قال ان مكافاه التاهل لنصف النهائي 825,000 دولار. رشا اباظه بتقول لك الشعب المصري يهدئ اشرف بن شرقي للانضمام للمنتخب. رشا اباظه بتقول لك، وخلي بالك دي اهلاويه قالت لك ايه، كلنا مصر كلها وراها الشعب المصري يهنئ اشرف بن شرقي بالانضمام للمنتخب. الاستاذ حماده بيقول لك والنبي تكتبها على الحيطه بكره عشان ما تنساش. ماشي يا عم، خلتني كده مسخه قدام الناس. لا 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 لا، خلي بالك عايز اقول لك على حاجه، امي تهنئ اشرف بن شرقي للانضمام. عكن امي تجيب اجلي كمان اهو. واحد قريب، ابص ابن محمد علي قريب اهو، قال لك الصعايده يهنون اشرف بن شرقي من الضلال. والله الامه العربيه والاسلاميه تهني اشرف بن شرقي. الأستاذ أيمن فوزي. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. طب عايزين نكمل أم الثلاث دقايق ولا يا جماعة مش شايف. الأمم المتحدة تهني أشرف. الاتحاد الاوروبي يرسل تهنئه لاشرف بن شرقي. منك لله والله. الاسماعيليه تهنئ اشرف بن شرقي من الضلال. لا حول ولا قوه الا بالله. الجاليه المصريه بالسعوديه الاستاذ ابراهيم عيد تهنئ اشرف بن شرقي من الضلال. هات ميه يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اجعله خير. ما انا بكره اتحبس، يعني هطق من اكرم بن شرقي كمان واتحبس يوم الاحد. يا قلبي اعملوا لي اي سندوتش جبنه ولا حاجه اكل زورت. لا حول ولا قوه. اشرب ميه يا ابني، لا يحصل لك حاجه. نسرق بتاع الافيه منك لله. اه والله العظيم. الناس متعايشه معانا، عايشه معانا. اه والله العظيم. القوات المسلحه الامريكيه تهني اشرف. المغرب الشقيق يهني اشرف بن شرقي بالانتباه. الولايات المتحده وترامب يهنئون اشرف بن شرقي. عائله ابو تهني اشرف بن شرقي.
الله يرحم فؤاد المهندس في المسرحية. ابو ابو عائلة ابو تودع اكرم من شرق الانضمام للمنتخب. طبعا نعمل ايه يا جماعه؟ ننهي البقين دول اخر خبر ولا هنكمل اشرف بن شرقي؟ خلاص انا اسف، تحيا اشرف بن شرقي، حقكم عليا. بشلوش تهنئ اشرف بن شرقي من اهالي الشورانيه، ولاد عمي هم بيهنئونا اشرف بن شرقي من الانضمام للمنتخب. الاردن كمان يا لهوي، الاستاذ ناظم ابو زياد من المملكه الاردنيه الهاشميه يهنئ اشرف بن شرقي للانضمام للمنتخب. قول يا عم اخر خبر، احنا مش هنخلص مع الناس، هيقعد يهنوا اشرف بن شرقي للصبح. المكافاه الاتحاد الافريقي اعلن ان مكافاه التاهل لنصف النهائي 825,000 دولار. لا خد دي جامده، خد دي جامده قوي، خد دي جامده قوي. دار الافتاء المصريه تعلن ان غدا اول ايام انضمام اشرف بن شرقي للمنتخب المغربي. اه والله جامده جامده دي، جامده جامده. يقول لك دار الافتاء المصريه تعلن ان غدا هو اول انضمام اشرف بن شرقي للمنتخب المغربي. وعلى المقيمين خارج القاهره مراعاه فروت وطبيعي. وانطونيونس حبيبك يهنئ اشرف بن شرقي بالانضمام للمنتخب. كورونا تهنئ اشرف بن شرقي للانضمام للمنتخب وتعد انها لن تصيب لغايه ما يرجع. ان شاء الله يرجع بالسلامة. يا ابويا شكرا يا عم علاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.